معالي السفير، هل النقاط التي طرحها الرئيس هل بتشوف حضرتك انها صدقا بتنقل نبض الشارع العربي والشارع الافريقي وربما الشارع والمواطن في الدول النامية ايضا؟ ايوه طبعا، السيد الرئيس عندما يتحدث للمرة الخامسة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو يتحرك ما بين ظروف مرت بها مصر وتطور موقفها الداخلي إلى موقف أكثر استقرارا وأكثر أمنا، فكما أشرت يتحدث عن مصر كفرصة استثمارية واعدة، ولكنه ينتقل للدور الذي كانت مصر بهمومها الداخلية منعزلة عنه ومبتعدة عنه لاضطرارها أن تتعامل مع الوضع الداخلي قبل أن تنتقل لوضعها الإقليمي، وما أن استقرت الأوضاع لمصر حتى بدأت في السعي من أجل تسويات الأوضاع سواء في ليبيا أو في غيرها من مناطق النزاع، ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن إفريقيا، عن العالم الثالث، عن القضايا التي تهم القارة وتهم العالم، سواء كانت قضايا مكافحة الفقر ومكافحة ظروف تمر بها المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل والمساواة بين الجنسين والانطلاق بقدرات الشباب وإتاحة الفرصة له حتى لا تتفشى ظواهر الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية. كل هذه الرؤى الأشمل هي ما عبر عنها السيد الرئيس في حديثه عن ظروف المنطقة والعالم الثالث، ولكنه تحدث عن النزاعات الإقليمية، تحدث عن الأوضاع في فلسطين وحدد بشكل واضح وصريح أسس الحل التي يجب أن يلتزم بها الجميع، حددها في كلمته، حددها في لقائه مع الرئيس دونالد ترامب في القمة الهامة التي عقدت أيضا بين الرئيس ترامب وست رؤساء دول، كان من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. مكانة مصر لابد أن تلحظ في هذا المجال. أنا ذكرني السيد الرئيس في مشاركته هذه المرة بدور مصر الرائد والهام في دعم الكفاح الإفريقي في النطق والحديث باسم دول عدم الانحياز. النهاردة يتحدث عن قضايا المناخ باسم العالم الثالث وإفريقيا، يتحدث عن قضايا تنموية ونظام اقتصادي عالمي يعني ينحاز بشدة للدول الصناعية وتحقيق رؤية 2030 التنمية المستدامة، وده العالم كله الحقيقة ماشي في الاتجاه ده دلوقتي، ولكن بيلمس أيضا في كلمته في مجموعة 77 واحد من أهم المتغيرات الدولية وهو دخول التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وأثرها في تقليل فرص العمل للشباب وأثرها أيضا في تمكن دول بعينها من هذه التكنولوجيات وحرمان أفريقيا والدول اللي عندها النوها فبعد ما كان رائدة في المجال بالضبط. فبعد ما كان الحديث عن في 2015 عن SDGs والأهداف التنموية للأمم المتحدة، أهداف التنمية المستدامة، سيصبح الحديث عن الذكاء الاصطناعي وعن التكنولوجيات الحديثة وعن أثر هذا التطور التكنولوجي الهام في نمو دول وحرمان دول أخرى. نقع في نفس المحظور كما نحن الآن في نظام اقتصادي جائر عالمي جائر بمؤسسات تمويل دولية وبدول تضع أقدامها فوق ركوب الاقتصاديات النامية وتستغلها تنمويا وتستغلها سياسيا وتفرض إرادتها. في ظل هذه المنظومة الغير عادلة ننتقل لمنظومة أخرى تتميز فيها دول بتكنولوجيات رائدة بينما تحرم إفريقيا والعالم الثالث من تلك التكنولوجيات. وعلي هو دعا لأن يكون هناك تبادل للحوار بين مراكز الأبحاث وفرص للدول التي لم تمتلك هذه التكنولوجيا حتى وإن جاء هذا بشكل ضمني. نفس الشيء يعني في حديثه عن تغير المناخ، عشان ما نظلمش الدول دي، ما هي الدول التي ليس لديها هذا القدر من التقدم التكنولوجي برضو هتكبر قوي الفجوة بينها وبين الدول الرائدة في المجال ده فإن لم يتم النظر إليها بعين الاعتبار يعني هتسبب مشاكل كثيرة. ما هو زي ما هو ما فيش فرصة لإتاحة سلعك ومنتجاتك للأسواق الدولية وفرض إرادتها على التسعير العالمي للمنتجات الأولية لصالح المنتجات الأولية للدول الكبرى زي مثلا القمح أو الذرة في مقابل البن والكاكاو والقطن اللي بتنتجه دول العالم الثالث أسعاره في الحضيض دائما، واللي بتنتجه دول العالم الأول هو دائما في المقدمة. هذا النظام الاقتصادي الجائر قد يمتد للفجوة التكنولوجية القادمة. فالرئيس بيلمس نقطة في غاية الأهمية هي توجه العالم نحو التكنولوجيات الحديثة وحرمان دول العالم الثالث منها، ده هيأثر.